السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ في ناس كتير بعتولي بيقولولي احنا عايزين شرح المنهج، يعني مراجعة كتيرة شوية، وعايزين في حاجات كتير عايزين نسألها فيها وتجاوبنا عليها. طبعا الكلام دوت بننزل مراجعات على اليوتيوب، بس لما حد بيسأل سؤال فممكن عقبال ما اشوف التعليق بياخد وقت، او بيبقى عايز عنده كذا سؤال او زي يفرق على كذا نقطة. فقررت ان شاء الله انزل سنتر بلازا في الجيزة يوم الجمعة الساعة 2:30. طبعا هعمل ايه في السنتر؟ هو اول يوم ان شاء الله يوم الجمعة القادمة هشرح الثلاث وحدات الاولانيين بالتفصيل، يعني مراجعة كاملة، تمام؟ وبعدها هرد على جميع الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالك، وفي كمان هومورك على الوحدات دي، وكمان في تسميع، تمام؟ وفي أي حد عنده مشكلة أقدر إيه أحلها له. طب إزاي أحفظ؟ مش عارف أحفظ. إزاي أترجم؟ مش عارف أترجم. مش عارف أفرق بين وين، في الماضي المستمر ولا الماضي التام، في مش عارف was where و did، يعني الحاجات اللي بتقف معانا في الانجليش. فعايزة مدرس يبقى قدامي عشان اقدر اسأله يجاوبني على طول، تمام؟ فانا ان شاء الله قررت انزل سنتر زي ما سائل لكم، سنتر بلازا في الهرم في مول بلازا يوم الجمعة الساعة 2:30. طب في ناس بعيدة عن الجيزة، هعمل نفس الكلام بس في سنتر الفا يوم السبت الساعة 4 ان شاء الله، وهرد على جميع استفساركم. وكمان في كمان في ملزمة بالشرح، يعني دلوقتي احنا ايه، احنا طبعا عارفين احنا بنقعد في السنتر قاعدين مجربين طبعا، فالمدرس بيكتب وبيهد. طيب اعمل ايه؟ لا، هيبقى في ملزمة طبق الاصل الشرح، طبق الاصل ايه الشرح، وكاتبها بخط ايدي، يعني مش هقول لكم صوروها من الكتاب ولا بتاع، لا، نفس اللي انا بشرحه والتكات اللي انا بقول عليها اللي مش موجوده في الكتاب او الحاجات القديمه، لا، هتبقى موجوده ان شاء الله في الملزمه بسعر يعني لا يذكر ان شاء الله من غير مقاطعه، وهتبقى كل حصه ولها شغلها. وانا مستنيكم ان شاء الله، وتشرفوني يوم الجمعه الساعه 2:30 في سنتر بلازا في مول بلازا في الجيزة، أو يوم السبت الساعة 4 في سنتر ألفا في رود الفرج. ويا رب أكون تحت حسن ظنكم يوم السبت الساعة 4 في رود الفرج، تمام كده؟ وأي حد عنده تعليق يبعتهولي وهرد عليه إن شاء الله. طب والقناة؟ لا، القناة زي ما هي، بس في السنتر هتبقى الوقت معانا كبير. طبعا انا ما اقدرش انزل فيديو مثلا ساعتين، فانت تقدر تقعد في السنتر ساعتين نتكلم، يعني مثلا هشرح عندك سؤال اقدر اجاوب، خلصنا الحصه، طب يا مستر الجزء دوت الجمله ديت مش عارف احلها، طب حلها ايه؟ كل دوت هرد عليه في الحصه. وانا منتظركم ان شاء الله. نقول تاني الاماكن والمواعيد: سنتر بلازا في مول بلازا في الجيزه الساعة 2:30، وسنتر ألفا فرود الفرج الساعة 4. ويا رب أكون تحت حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.